كما تشاهدون محظور وغير مسموح لا باستخدام واتساب رجاء الاتصال بالدعم للحصول على المساعدة. يعني تم حظر هذا الرقم، سوف أعمل له فك رقم الواتساب بطريقة سهلة وسهلة جدا. السلام عليكم إخواني أخواتي، اليوم سوف أريكم يعني كيفية فك حظر على رقم الواتساب على المباشر. يعني في الفيديو سوف يتم فتح الحظر على حساب واتساب أو رقم واتساب محظور. على بركة الله إخواني إخواتي، إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا علينا بزر الاشتراك ولايك للقناة تشجيعا لنا. على بركة الله سوف ندخل إلى الواتساب هنا كما تشاهدون. يعني إخواني إخواتي الطريقة مضمونة 100% وليس بها أي غش أو أي شيء من هذا القبيل. على بركة الله سوف نضغط على الواتساب، يبدو هناك مشكلة على الواتساب. انتظروا سوف أدخل إلى التطبيقات وسوف أمسح الملفات الواتساب، واتساب هكذا، واتساب الأزرق، سوف نعمل له مسح بيانات وسوف ندخل عليه مرة أخرى. على بركة الله كما تشاهدون إخواني أخواتي سوف نأخذ يعني رقم من الأرقام المتابعين الخاصين بي، سوف نضغط على هذا الرقم 07 07 07 10 67 65. سوف نضغط على سويفون كما تشاهدون أو لا الدخول إلى الرقم. كما تشاهدون الرقم إنه محظور، بعد سوف أفعل لكي أن أفك الحظر على الرقم الواتساب. كما تشاهدون يعني أطو باش سوف أحول لكم هذه الكتابة إلى اللغة العربية لكي أن تفهموا كل شيء، لأن بأن الرقم إنه محظور سوف أترجم اللغة. سوف أخذ هذه كما تشاهدون محظور وغير مسموح له باستخدام واتساب رجاء الاتصال بالدعم للحصول على المساعدة. يعني تم حظر هذا الرقم، سوف أعمل له فك رقم الواتساب بطريقة سهلة وسهلة جدا. سوف ندخل إلى واتساب، سوف نضغط على هذه الأيقونة كما تشاهدون. هنا سوف نكتب لقد تم سرقة هاتفي، وبعدها عندما وجدت هاتفي إنني وجدت رقمي واتساب محظور، المرجو مساعدة من فضلكم. هذه الرسالة سوف أضع لكم في الوصف الفيديو. على بركة الله سوف ندخل إلى سويفون كما تشاهدون. سويفون هكذا. المرجو التركيز في الفيديو لكي أن تفهموا الطريقة كيف يتم استعمالها. سوف نضغط على هذه الأيقونة الخضراء، سوف ننتظر، سوف يوجهنا إلى البريد الإلكتروني كما تشاهدون. سوف تأخذ مثل هذه انتظروا، سوف أعطيهم الرقم الهاتف كما تشاهدون متبوعا برمز الدولة زائد 212 زائد 212 77 10 65 65. كما تشاهدون هذا الرقم يعني للمتابع الخاص بي على اليوتيوب، هذا الشخص طلبني لكي أفتح له رقم الواتساب. على بركة الله سوف نضغط على إرسال كما تشاهدون. لقد عملنا إرسال، سوف نتوجه إلى البريد الإلكتروني، سوف نعمل التحديث، سوف نعمل تحديث للبريد الإلكتروني لكي أن نتوصل بالرسالة التي سوف تصلنا بعد دقائق أو بعد ثواني. سوف ننتظر
سوف ننتظر ريتما تم إرسال إلينا إنهم يتحققون من صحة المعلومات كما تشاهدون. مرحبا شكرا على رسالتك، رصد نظامنا نشاط حسابك باعتبار انتهى وقت وتم حظر بالمراجعة حسابك، أجلنا الحظر أنه يمكنك أن تتواصل واتساب. يعني كما تشوفوا بعد المراجعة، بعد مراجعة نشاط حسابك أجلنا الحظر أنه يمكنك الآن الوصول إلى واتساب واستخدامها. كما تشاهدون سوف نتوجه إلى الرقم الواتساب كما تشاهدون، سوف نضغط على سويفو كما تشاهدون، لقد تم فتح الرقم الواتساب كما تشاهدون. سوف أتوصل بالرقم الذي يتكون من 6 أرقام كما تشاهدون. هذا الرقم إنه ليس رقمي، وإنني لقد يعني أزلت الحظر على هذا الرقم. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا عليه بزر الاشتراك ولايك للقناة، وكما شاهدتم إنها طريقة حصرية. تحياتي لكم إخواني أخواتي.